وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا حوار كبير على العلاقات المتوترة ما بين المغرب والجزائر، والحوار بطبيعة الحال حاضر فيه مغربي وفرنسي، لا لبناني، لكنه يدافع على فرنسا اكثر من الفرنسيين. ما عرفتش الظاهرة اللي وليت كنشوفها مؤخرا، فيما كيكون شي موضوع كيخص المغرب وفرنسا كنلقاو لبناني حاضر ويدافع على فرنسا اكثر من الفرنسيين. وكيف ما قلت هذه ماشي اول مرة كنشوفها، لكن الاستاذ المغربي كان في المستوى باش يكون ضدك ضيف لبناني ومقدم البرنامج وما تسكتش ليهم. فهنا كنقولوا برافو للاستاذ المغربي. خليكم مع هذا الحوار، نتمنى تفعلوا معه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركوش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اهلا بكم مشاهدينا الى وجها لوجه. سحب غير معلن للسفير المغربي في باريس، هكذا وصف المراقبون والمختصون قرار العاهل المغربي محمد السادس بتكليف سفير المغرب في فرنسا محمد بن شعبون على رأس صندوق الاستثمار في المغرب من دون ان يعين خلفا له في المنصب. خطوة تأتي في سياق علاقات فرنسية مغربية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها فاترة، ولا سيما ان منصب السفير الفرنسي في الرباط شاغر بدوره منذ أسابيع، منذ أن قررت فرنسا تعيين السفيرة الفرنسية في المغرب إيرين لوغال في منصب آخر من غير تعيين خلف لها أيضا. فكيف تفهم هذه الخطوات؟ هل هي قطيعة غير معلنة بين الدولتين، خاصة في سياق تقارب متزايد بين فرنسا والجزائر؟ سيد حسين جنون، سأبدأ معك من الرباط. بداية، كيف تفسر أو ترى أنت هذه الخطوة التي أقدمت عليها الرباط، وهي تعيين سفير المغرب في فرنسا في منصب آخر دون أن يعين خلف له؟ هل هو سحب غير معلن كما رأى البعض؟ نعم سيدة دنيا، يمكن القول وأنا بصفة رجل قانون أن في المملكة المغربية وقوانينها من الدستور إلى القوانين ذات صلة ليس هناك حالة تنافي ما بين تعيين سفير المملكة في أي دولة وتكليفه بمهام دستورية أخرى. وبالتالي أن هذه الاختصاصات وهذا التعيين من جلالة الملك للسيد محمد بن شعبون بصفته رئيس لصندوق محمد السادس للاستثمار أنه ينسجم ويتوافق مع الدستور المغربي ومع اختصاصات جلالة الملك، ولا يمكن القول بدرجة ما أنه سحب يعني بطريقة غير مباشرة. المملكة المغربية كسفير، يعني إن أصبح رئيسا لصندوق محمد السادس للاستثمار لا يمكن أن يبقى سفيرا، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك، لا يتنافى، بمعنى يمكن أن يمارس مهام سفيره كسفير للمملكة المغربية بفرنسا وفي نفس الوقت يمكن أن يمارس مهامه بصفته رئيس لصندوق محمد السادس للاستثمار. قلت بأن في القانون المغربي لا يوجد هناك حالة تنافي ما بين هذه الوظيفتين، وبالتالي المملكة المغربية لها أجندة واضحة في السياسات الداخلية والخارجية. إن أرادت أن تسحب سفيرا ما من دولة ما فهي تسحبه بشكل علني، طالما أن المملكة المغربية ذات سيادة وتمارس اختصاصاتها في علاقتها مع شركائها بشكل واضح. طيب، وبشكل علني. جميل، ولا هذا موضوع آخر، لكن بالنسبة لنعود على مسألة التنافي بين المنصبين. باعتباره رئيسا لصندوق محمد السادس للاستثمار فهو مدعو لمهام أخرى قد يكون مركزها الرباط أو المغرب على أي حال، ليس فرنسا، بالتالي هذا يجعل ممارسة مهامه كسفير صعبة. ممارسة أي اختصاص أستاذة دنيا هو مرتبط بطاقم، بفريق، فالسفير له فريق عمل، كما أن للسيد المعين الآن السيد محمد بن شعبون كرئيس لصندوق الاستثمار بكل تأكيد سيكون له فريق عمل، وبالتالي هؤلاء الفريقين قادرين على يعني ممارسة مهامها بشكل عادي وبشكل انسيابي. يعني أنت لا ترى فيما حدث سحب الاختصاصات الموكولة لهما. طيب دكتور، لا أراه سحبا، لأن المملكة المغربية يعني تمارس اختصاصاتها في علاقتها في العلاقات الخارجية مع كل الدول بشكل واضح وليس بشكل يعني غامض. واضح جدا. دكتور أنطوان، أنت كيف تقرأ هذه الخطوة المغربية؟ هل يمكن أن نعتبرها ربما ردا أو معاملة بالمثل بعدما أقدمت عليه فرنسا بالنسبة لإيرين لوغال؟ هناك مؤشرات إلى برودة، حتى لا نقول توتر، في العلاقات منذ أكثر من سنة. وبداية كان هناك ما كشفته الصحافة من أن
المغرب، المخابرات المغربية تتجسس على السلطات الفرنسية ومنها رئيس الجمهورية و14 وزير، ومنذ ذلك بواسطة بيجازيوس. وكان هناك حالة إنكار في المغرب، في حين أن الإسرائيليين يبدو أنهم أقروا أنهم سمحوا لذلك وسحبوا الأرقام الفرنسية من الاستخدام. لكن موقف المغرب ثابت في هذا الإطار، يقول بأنه لم يقم طبعاً أبداً طبعاً بهذه العملية. يعني هذا ثابت، وتقدموا بدعوى أمام الصحف ضد الصحف الفرنسية ورفضت هذه الدعوة. هناك حالة لا إقرار، فهنا كان بداية التوتر. صحيح أن جرت العادة أن تقدم فرنسا شخصية سفيرها أو سفيرتها المقبلة قبل انسحاب، قبل إتمام مهمة السفير أو السفيرة الذاهبة، ولكن هذه المرة لم تجري كما في العادة. وفي ذات الوقت لكن هناك سين جنون عفوا يقول بأن تعيين محمد بن شعبون في منصب آخر لا يتنافى مع مهامه كسفير في اللغة الدبلوماسية أو في القواعد الدبلوماسية، هل يصح هذا؟ نعم هذا يصح، لأنه من سبقه السفير بن موسى كان عنده منصب مهم جدا في الرباط ومارس الأمرين، كان أعتقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنوات عديدة، وكلف بذلك عندما كان سفيرا في فرنسا واعتمد المسؤوليتين في ذات الوقت. ولكن مؤشرات التوتر كثيرة، يعني لم يجري زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط رغم أن أعلن عنها ثلاث مرات قبل الكوفيد وفي نهاية الكوفيد، كانت متوقعة في أكتوبر هذا الحديث، وحتى في نهاية هذا الشهر. فإذن هناك مؤشرات غير سليمة للعلاقات المتبادلة، وهذا مؤسف يعني. طيب سيد الحسين جنون، يقول دكتور أنطوان بسبوس هنا في الاستوديو بأنه رغم أن هذا لا يتنافى، يعني مسألة منصبين يمكن أن يقوم بهما السيد محمد بن شعبون في وقت واحد، لكن التوتر موجود ومعروف وواضح للعيان، ونحن نعلم السياق العام طبعا، وهو ما ذكره بالنسبة لبيجاسوس، وأيضا مسألة الصحراء والتقارب بين فرنسا والجزائر. بالتالي ألا ترى بأن نعم هذه الخطوة تصب في هذا المنحى؟ يمكن القول أستاذة دنيا على أن مسألة فتور هي حاصلة ما بين العلاقات المغربية والإسبانية، وهذا لا نختلف عليه، وأنا أعتبره فترة فتور مؤقتة طالما ستزول، لأن العلاقات المغربية الفرنسية هي ضاربة جذورها في عمق التاريخ، وأن لهم علاقات استراتيجية، وأن هذه الفترة أنا أعتبرها مؤقتة وستجول إن عاجلا أم آجلا. الجانب التالي والذي يجب التأكيد عليه مسألة التجسس، المغرب قطع الشك باليقين حينما تقدم بدعوة أمام القضاء الفرنسي في مواجهة كل مروجي هذه الإشاعات، وبالتالي على من يدعي العكس أن يثبت ذلك، ولم يستطع أي مؤسسة دستورية فرنسية قائمة من الناحية القانونية والواقعية أن تثبت هذا الادعاء في مواجهة المملكة المغربية، وبالتالي هو ادعاء وبروباغندا ساقط عن درجة الاعتبار ولا يلتفت لها المغرب. الجانب الآخر وهو أن المغرب لا تغيده أي شراكة، يعني أن عملت فرنسا على إنجازها مع أي شريك آخر لها، باعتبار أن المغرب لا يتدخل في شؤون داخلية للدول. نعم، وبالتالي المملكة المغربية يعني هي واضحة مع شركائها، يعني الاقتصاديين والكلاسيكيين والجدد في إطار منطقة الوضوح والطموح. هناك خط دبلوماسية واستراتيجية دبلوماسية جديدة للمغرب تعتمد على ملف الصحراء، قالها العاهل المغربي محمد السادس بأن المنظار والنظارة التي ينظر إليها أو بها عن طريقها إلى العلاقات مع الشركاء هي الصحراء. ألا ترى بأن هذه الاستراتيجية قد لا تأتي أكلها، بل قد يرى البعض على أو أنها ابتزاز؟ يجب التأكيد أستاذة دنيا بكل صدق وموضوعية وبكل وضوح، حينما قال جلالة الملك محمد السادس في خطابه بكون المملكة المغربية تنظر إلى علاقتها الاستراتيجية بمنظار قضية الصحراء المغربية وبه تقاس صدقية الصداقات ونجاعة الشراكات، هذا خطاب موجه بشكل عام للعالم ولم يخص دولة بذاتها أو بعينها. وبالتالي إدارة فرنسا
أنها معنية بهذا الخطاب عليها أن تخرج من منطقة الرمادية إلى منطقة الوضوح إن رأت نفسها أنها في قاعة انتظار أو أنها هذا الخطاب موجه لها. وبالتالي المغرب والحمد لله أنه يعني طيب ألا ترى بأن فرنسا خرجت بطريقة أو بأخرى من المنطقة الرمادية بخطواتها الأخيرة تجاه الجزائر؟ المغرب لا تهمه هذه العلاقات أو التقارب ما بين فرنسا والجزائر. المغرب تهمه قضيته الأولى على فرنسا إن أرادت أن تذهب في نز مزيد من العلاقات الاستراتيجية والتي هي الأصل في إطار منطقة الاحترام المتبادل في منطقة رابح في منطقة مزيد من الشراكات الاستراتيجية، لأن لا ينبغي لفرنسا أن تنظر إلى المغرب بنظارات الاستعمار، كما أن المغرب أصبح دولة قوية اقتصاديا وتجاريا وأن دولة محورية في شمال أفريقيا وأنها تساهم في صناعة القرار الدولي على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. أنت تعلمين أستاذة دنيا على أن المغرب له شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي وأنه من طبيعة الحال يرغب في الحفاظ على شركائه الكلاسيكيين من بينهم فرنسا. وبالتالي على هذه الأخيرة أن تعمل على دعم إن هي أرادت أن تدعم المملكة المغربية في هي مطالبة بموقف كما فعلت إسبانيا وألمانيا واضح. حتى أعطي الكلمة للسيد أنتوان بس. نعم دكتور أنتوان، ألا يكمن لب المشكلة في مسألة الصحراء بالنسبة للمغرب وبالنسبة لفرنسا أيضا؟ فرنسا يبدو أنها لا تريد أن تخرج من هذه المنطقة الرمادية التي يتحدث عنها الحسين قنون، وإن بدأت تخرج منها بالتوجه نحو الجزائر. يعني اشتراط أن تنحاز فرنسا للمغرب أو للجزائر هذا كلام فارغ. فرنسا دولة عريقة يستطيع أن تكون عندها علاقات ممتازة مع الجزائر ومع المغرب. الجزائر والمغرب جاران شقيقان، لماذا يريدون أن يستخدموا فرنسا كحصان يركبونه لمخاصمة الجار؟ لماذا؟ مصلحة فرنسا أن يكون السلم بين البلدين مصلحتها، خاصة بالنسبة لملف مصلحتها الغربية. مصلحة فرنسا أن يكون السلام والوئام موجود بين الجزائر وبين المغرب، ليس مصلحتها أن يتنافسان ويتحاربان ويتقاتلان ويقفلان الحدود. الحدود المغربية الجزائرية مقفلة من سنة 94، وهذه يعني أقدم حدود مقفلة بين. لماذا المغرب يريد أن تنحاز فرنسا له والجزائر تريد أن تنحاز فرنسا للجزائر؟ هذا غير منطقي. فعلا أن يحافظ على هذا التوازن أم أنها على العكس تتلون وتغير مواقفها بتغير مصالحها؟ موقف فرنسا بالنسبة للصحراء الغربية من المغرب في وقت ما والآن يعني تراجعت. موقف فرنسا من الصحراء الغربية لم يتغير. موقف أمريكا من الصحراء الغربية تغير، وموقف إسبانيا من الصحراء الغربية تغير، موقف ألمانيا كذلك تغير، الموقف الإسرائيلي استجد. ففرنسا كانت في ذات السياق وما زالت، هذا لا يرضي الجزائر، ولكن فرنسا ليست لا تأتمر باعتقادي بتعليمات من دبلوماسية أخرى. هي عندها مسارها. المغرب أن يطالب بتوضيحات من شريك يعتبر أساسيا مثل فرنسا. هذا الشريك كان موقفه وما زال عندما كانت المغرب معاقبة من دول كثيرة ومن الولايات المتحدة في عهد الرئيس أوباما وجون كيري وسوزان رايس. كانت فرنسا تساعد تدافع عن المغرب في الأمم المتحدة في واشنطن حتى لا يتم ضم حقوق الإنسان لولاية قوات الأمم المتحدة المنتشرة هناك. كان يعني الموقف الفرنسي لم يتغير، وأعتقد أنه ليس يعني سهل دفع فرنسا لتغيير موقفها، لأنه موقف سليم وموقف سلمي ويعني لصالح من؟ لصالح ما تراه هي أنه مصلحة المنطقة واستقرارها. وفرنسا قالت ومن زمان أنه ليس شو اسمه الصحراء الغربية مرشحة لأن تكون مستقلة، لذلك يجب أن تكون تحت الجناح إلى حد ما المغربي. فهذا طريقة التعاطي العربية مع فرنسا أنه عليك أن تنحازي لنا
وتخاصم جارنا. لا، فرنسا تقول اتفقوا فيما بينكم وأنا لا أنحاز لهذا أو ذاك، أريد أن أكون صديقة للفريقين. يجب أن يفهم العرب مستحيل. ذلك عفوا، هذا التوازن مستحيل. ليش مستحيل يا أستاذ دنيا؟ ليش مستحيل؟ الدول الكبرى تستطيع أن تكون عندها صداقات متعددة ومصالح متعددة. مصلحة هاتين الدولتين أن تكون الحدود مفتوحة بينهما وأن تكون أوروبا صديقة لهما. لماذا تريدون أن تنحاز فرنسا وأوروبا إلى هذا أو إلى ذلك الدول؟ واضح. سيد حسين جنون يريد التعقيب، تفضل سيد حسين. نعم، يجب التأكيد أستاذ دنيا وتعقيبا على ما تفضل به ضيفك الكريم، وهو أن المغرب لم يسبق له البتة انطلاقا من سياسته الخارجية ومواقفه الواضحة أن طلب من فرنسا أن تنحاز له ضدا في الشقيقة الجزائر. الشقيقة الجزائر هي التي عملت على غلق الحدود، وهي التي لم تستجب إلى الخطاب السامي لجلالة الملك حينما دعا السنة الماضية في خطاب العرش المجيد بدعوة الجزائر إلى فتح الحدود. وبالتالي المغرب يطالب شركائه بأن يكونوا معه في علاقته الثنائية البينية، علاقة واضحة مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الوفاء بالالتزامات وعلى بناء استراتيجيات واضحة تحترم يعني الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وهذا هو الذي جاء في خطاب جلالته حينما قال أن قضية الصحراء المغربية إنما هي المنظار الذي ينظر بها المغرب في تقدير كلنا أو نظر نعلم. إلى هذه النوع من العلاقات. كلنا نعلم بأن مسألة الصحراء هي مسألة أو قضية وطنية أولى بالنسبة للمغرب، وأن يطالب المغرب بموقف واضح من قبل الشركاء ربما هذا من حقه، لكن نعلم أيضا بأن هذا الموضوع حساس بالنسبة للإقليم، بالنسبة للمنطقة، خاصة مع الجزائر. وبالنهاية فرنسا دولة لها مصالح. نحن الآن في سياق حرب روسية أوكرانية، أزمة طاقة عالمية، فرنسا ربما تحتاج للغاز الجزائري، بالتالي من الصعب على فرنسا أن توضح موقفها وأيضا ربما تحاول الحفاظ على توازن. يا أستاذ دنيا، يجب أن نعلم على أن علاقات الفرنسية الجزائرية هي علاقة ظرفية مؤقتة، بينما العلاقات الفرنسية المغربية هي علاقات استراتيجية. والكل يعلم على أن وهذا ما قاله ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أنطوان باسكوس، قال بأن في الواقع الموقف الفرنسي لم يتبدل. وضيفك الكريم والرأي العام الدولي على أن المغرب حصل على 18 قرار أممي كله ينتصر إلى الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب. طيب. وآخره قرار 2602. سيد أنطوان باسكوس يريد أن يتفاعل معك المستديرة، وأوصى كذلك وهذا هو الأهم من أجل الأخذ بسمو المبادرة المغربية المتمثلة. واضح سيد حسين يريد أن يتفاعل معك فقط دكتور أنطوان. يعني تقول الشقيقة الجزائر وترميها بالحجار وبالنار، يجب أن يكون هناك مضمون صادق للكلام. الجزائر هي جارة، يجب أن تكون صديقة، وإذا كانت شقيقة يجب إثبات ذلك وليس التهجم عليها. وكذلك أقول للجزائريين بالنسبة للمغاربة، فلا تبحثوا، يجب أن لا تتفاعل فرنسا مع مثل العلاقات الدبلوماسية مؤخرا الجزائرية. ومن تهجم على فرنسا يا أستاذ الكريم، من تهجم على 94 جلالة الملك باعتباره يا أخي فهمنا شوية جلالة الملك دعا في خطابه على أن لن يأتي من المغاربة أي شر للجزائر. لحظة، أنا كنت أستفسر من ضيفي هنا في الاستوديو بخصوص نقطة معينة يا أستاذ سيد حسين. إنك تكرر ما قاله جلالة الملك للمرة العاشرة، فهمنا ما قاله جلالة الملك. أنا أقول بكل بساطة وبكل تواضع أنه إذا كنت أشقاء الجزائر والمغرب أثبتوا ذلك، ولا تتحدثوا عن كلمة أشقاء وأنتم في حالة حرب نفسية، في حالة استنفار دائم. فليس من مصلحة فرنسا دكتور أنطوان، لأن العاهل المغربي قد يحضر القمة العربية في الجزائر، يكون هذا شيء جميل، خاصة إذا كانت نهاية القمة مصالحة حقيقية وفتح الحدود وتطبيع، نقول تطبيع بين دولتين جارتين وشقيقتين وحدودهم مقفلة من سنة 94. سؤالا واضحا سيد دكتور أنطوان، هل فعلا من مصلحة فرنسا مصالحة حقيقية بين الدولتين؟ طبعا طبعا، لأنه كل شيء
يدعو للاستقرار للتفاهم، هذا ينمي المنطقة بأسرها، يمنع رغبة الناس في الهروب إلى أماكن أخرى، يحسن الاقتصاد، يحسن الأوضاع المعيشية، يفتح الحدود، يفتح الطاقات، التعاون، التبادل، هذا شيء طبيعي. ما هي ليس هذا ما يقوله الناس على الضفة الأخرى من المتوسط؟ يقولون بأن القوى الكبرى ولا سيما القوى الأوروبية هي من تساهم ربما في هذه فليكذب المغاربة والجزائريون القوى الأوروبية ويستخدموا كلام يقرب بينهم ولا يباعد ولا يبحثوا عن انحياز الدول الأخرى لهذه الدولة أو لتلك. عليهم أن يعطوا المثل المقرون بالأفعال يوميا حتى يقولوا أنهم أشقاء وأنهم جيران وأنهم يريدون التعاون لمصلحة شعوبهم ولمصلحة المنطقة. سيد حسين جنون، تفاعل مع ما قاله الدكتور أنطوان. نعم، الأصل هو أن الشعبين الجزائري والمغربي تربطهما أكثر ما يفرقهما على مستوى التاريخ واللغة والدين والتقارب الجغرافي والتحديات المشتركة، وهذا ما ينبغي العمل عليه. وأنا آمل من القمة العربية المقبلة المنعقدة في الجزائر خلال بداية نوفمبر المقبل أن تخرج بمصالحة من شأنها وأن تكون غايتها الفضلة والعظمى، وهي التفكير في تنمية المناطق المغاربية وإفريقيا على حد سواء، بالنظر لأن الشعوب الإفريقية لا تحتاج مزيد من التوتر والانفصال. وهذا ما تريده فرنسا أيضا، هذا ما يقول ضيفي هنا في الاستوديو السيد حسين. وآمل 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 أن تكون فرنسا لها اليد كانت في هناك المصالحة بطريقة أو أخرى، طالما أنها أنباء تفيد بوجود وساطة فرنسية بين الجزائر والمغرب. نعم، هناك أنباء غير معلنة بشكل رسمي، ولكن أنا أعتقد جازما على أن الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية الفرنسية هي تعمل بهدوء من أجل أن تتجاوز هذه الفترة فتور، لنقل نسميها فترة فتور، وأنا أعتبرها شخصيا على أنها فترة مؤقتة وستتجاوزها، بالنظر كما قلت للعلاقات الاستراتيجية المتينة ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وما يربطهما من قيم وتعاون على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات. وأن التحديات المستقبلة، وهذا هو الأهم، ما بين ضفة التي تمثلها المملكة المغربية باعتبارها البوابة نحو إفريقيا، ويعني الضفة الأخرى، إنما تعتبر المملكة المغربية هي نقطة الفيصل وهي المحور وهي الريادة على مستوى لعب هذا الدور القيادي والريادي في شمال إفريقيا من أجل التعاون لأن الوقت ضيق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.